نخر تواصل مصالح أمن ولاية جيجل في عملها الميداني من خلال انتشار عناصرها عبر مختلف الشواطئ والساحات العمومية للوقوف على التطبيق الصارم لإجراءات البروتوكول الصحية، حيث تم في هذا الإطار تسجيل أزيد من 290 مخالفة تتعلق بعدم ارتداء القناع الواقي وكسر فترة الحجر الصحي. أيمن عبد الرحيم عاد بالتالي. أزيد من 290 مخالفة، منها حوالي 170 مخالفة مرتبطة بعدم ارتداء القناع الواقي، 60 مخالفة مرتبطة بكسر توقيت الحجر الصحي، و23 مخالفة مرتبطة بمنع الولوج إلى الشواطئ. في ذات السياق تبقى مجهودات مصالح أمن ولاية جيجل في مجال عمليات التحسيس والتوعية مستمرة منذ بداية تطبيق الحجر الصحي، أين تم تسجيل أزيد من 350 نشاط تحسيسي من طرف مختلف مصالح أمن الولاية لفائدة جميع فئات المجتمع من مواطنين وأصحاب محلات تجارية وناقلين، وهذا لتذكيرهم بمختلف تدابير والإجراءات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء.